العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة وجب القضاء. وإذا بلغ هدي أقان قال السبي إلمه عروتها أو أفاق أم أسوم يرسلوا المجنون كي والله أو المغمى عليه أم كي لم يرتب غليب أسوم يرسلي أو أسلم أما وحى إسلامي الكافر قال كي أو طهرت أما وحى طاهر وذي الحائض قبل حائض أحد أو النفاس أما قبله النفاس قبل خروج الوقت وقت وأنت نبح ولو بتكبيرة ولو تكبيرة الإحرام قدر كيد بها النقض وجب وحى واجبي القضاء قضى واجبي. مصنف رحمه الله تعالى وهو هل كان كبلابيا لبا مسأله مسألة ليرادو طرو المانع إيو مسألة ليرا زوال المانع، زوال المانع هي طرو المانع. زوال المانع بأصه الرئي وحوي إن ضدكي صلاة عن الغولة هاي يا صلاة وقت قد أحدي سوى صلاة الغولة هاي dadka aan salaada lagu lahayn waxay noqon karaan qayb yaga looma ogolayn bay inay tukadaan. Waa sida gabadha xayidada oo kale, gaalka oo kale, dadkaas qaybna kamaba asaxayninba hadday xataa isku dayaan. Waa sida qofkii waalla oo kale iyo dadna way ka asixi lahaydeen laakiin waajib mayna ku ahayn, sida sabigii oo kale mumayiska ahaa. dadkii noocaas ah ee salaada lagu lahayn ayaa waqtiga dhexdiisiiba wixii ka hortaagnaa salaada ku yeelashadeeda ka baxay. sida qofkii waalla ayaa wuxuu miirsaday salaada waqtiga dhexdiisii ama uu miir daboolaa oo koomu ku jiray waqtiga dhexdiisii muu dhaha kala qaaday ama gaal buu uga ahaa ee waqtiga dhexdiisii uu muslimay. gabadh xaayada ahayd ama nifaas qabtay ee waqtiga dhexdiisii bay taahirowday. hadday arrimahaasi yimaadaan salaada way tukanaya, waa lagu yeelanaya. bimacnaa waqtigii oo weli jooga oo waqti la tukada jooga, haddii ay arrimahaasi yimaadaan de qofka salaada wuu tukana, macnaheedu waqtigeedii wuu tukanaya. haddii laakiin waqtigii oo sii baxayaba ayay arrimahan yimaadeen. gabadhii baa daahir noqotay, uu islaamay, kii gaalka ah, kii waallada miirsaday oo bogsaday, ilmihii caruurta ah baa qaan gaaray. hadduu waqti wuxuu yidhi uun ka laaban yahay takbiiratu lixraam ba ha noqotee, salaada horta waa lagu leeyahay oo way soo qadaynayaan. bimacnaa waqtiga gudihiisa hadday tukan kari waayeen way qadaynayaan. taasuu kuu sheegaya musanifu raximahullahu tacaala. waidaa balaga, haddii uu qaan gaadho asabiyu ilmihii caruurta ahaa أو أفاق أما أسوم يرسد المجنون كي والله أو المغمى عليه أما قف كي لم يردب علي أو أسلم أما وحاصى إسلام الكافر قال كي أو طهرت أما وحا طاهر الحائض قبل حائض ضاهد أو النفاس أما كو النفاس قبي قبل خروج الوقت وقت وانت ونبح ولو بتكبيرة ولو بقدر تكبيرة تكبير إلا بقدر كذا النقطة ووقت يوحاك لمنبه إن صلى الله قرأون الله أكبر إلا يرادن بابا كدي منبه انت هسي كسو قاري دي انت هدي كسو قاري وقت يقوبه بحيث وما بمركة وجب وحا واجب يا القضاء قضى واجب يا إن قضيان أيا سلادة واجب النقن بشرط بقاء السلامة نبت قليدو إن يسيب باقي تاي وي
من الموانع وحيابه أديدي إني كسي نبات قشيني مركا للي هي إنو قفق قضايا أي واجب نقنهي وحدي وكان نبات قلو شيء كلو أو صلاة كهور استاقاي إنو كسو نقضو ها بشرط بقاء السلامة نبات قليلو وإني سي باقي من الموانع أي كان نبات قلان وحيابه صلاة هور تاقنا بقدر ما شيء قدر كي وإني كان نبات قشنا دان يسع كفلا الطهارة طهارة إيه وصلاة صلاة وقت صلاة هي طهارة قاشدة طهارة قاشدة كفرا انتاس وحيابا موانع وإني ندبك إيمان بمعنى وحيكون مثاله إنا قبل يوكال حائضة يا حيد وقت كي أوصي بحيا أي طاهر نقطي ولو لي يا صلاة ولو تكبيرة الإحرام كريا ووقت يا كد النادو صلاة ولو لي وإني سو قضيسا وحاشرتيا وإنونا كسو كردن دربة وحكا لو هدنا صلاة دي كورستاغ وواسدة والدي أو كلمة فلا هدي وقت أينا طهارة قادن طهارة قادن كرين تكن كرين انتا وحكا ير أيه قبل كوة على طيبة لغو مالا مركا لغو مالا صوت وحيت هاي ده إن أي واجب كأي لا إيمان كرتبة مكلف ما ينكو أحي معناه هو أساس أي قف كي قال بواها وصاي السلام سالي أشهد الله وقبتي وحان دعنا وقت يروح بيت كسو قاعد والولى يا سما وين أتقضي سبع لي وهو عشبة هذانا إن لقى طهارة قاتو صلاة من اللي بيتو كذا أنت هدو جو وحالنا صلاة والغو يا شيء هذا هو بواشي قام قضينا يا هدي وبكسرو يا وحال لي واجي أصو إسلام تسوقرن ميسها صلوا وما لهين وقت بع وقت لحد يسوي إسلام تسلادي تكها صوما لهم ولا نها إن أتكتو كتو كان الطهارة قاعدة توجه كتير سلادي حتى قضى سيدا سليلي تاسو كهذا يا مرك بشرط موانع بشرط بقاء السلامة نبت جليد وإن السباق تاي من الموانع وحيابه سلادة وديدي وكان كان نبت قشيه انتين لك بقدر ما شيء قدر كي يسع كفرا الطهارة طهارة قاد شدي وصلاة صلاة إن كفرا ويجب واجب يأكله قضاء ما قبلها صلاة كهر رئيسين قضيين وواجب إن جمعت وهديل لجمع معها لجركي بشرط السلامة نبت قليا يا شرطي من الموانع وحيابي هو رساله وكان نبت قشيهي قدر الفرضين لولا فرض قدر كوذا والطهارة يا طهارة قدر كيذا وحو كيري صلاة يلا قرنة وحاكلو يدنا واجبة صلاة للجمع جرينة تاس يدا كهو الرئيسين يدنا وإنو ليه مادا واسدة صلاة هلا جمعيو حصر كيو ظهر كوالا جمعية مغرب يا عشاء يانا والا جمعية معنى صفر مركي لوجير أو كريو صلاة جمعين كير هذه مركة أي صلاة هاي هي إن قفكي وحالا قبضي مثلا حايدة داي وحي ديكي وكا كبحي عاد عادي أو جود كسي جلسة، سادو ليك جوجو أي عاد عادي أنا وايد عادي، صلاة والوية شو سمعنا دي، أتاه والوية ش، وحكوا أيضا اللقولي يهاي، صلاة دي للجم عنجري أو ظهر كيا، ظهر كين والقولي يهاي معناه هذا أساس، قال دوجو ما برارو سنة هوا شاسية ده، تمر كولي بقى دوجو ما برارو سنة، حلقة يا با، هنا طاهر نقطة عصر كي، صلاة دي عصر ميتو كنيسة خلاص، مي صلاة دي ظهر نوالقولي. عشائي وصي بحية أي قف كان لغوية شي صلاتي كبدي حايدة ضاهد وي أما ما يهني باب حلقة صوي قف با حلقة صوي سلامي أما ووبا كوم وكجر حلقة سمير سدي المعرور وصلاتي أنا واجب كو أين حلقة يو أهاي حلقة سوقان قاري صلاتي عشائي دي وقت يدي والد جوغا والغوية شي سمه صلاتي مغرب نوحال إليه وإن عديد أنا قضي سامي صوت وحيت هاي لبدا صلاة دور دار ملكو يمادو وقتي ويسلو داقان وقتها ويسلو ذاكانو ده ظهر كي عصر كا حاجة هرنا واليسلقية حاجة دمنا واليسلقية ماشاء وحد كرنا يسا ضرورة مركة اعتماد وقتها ويسلليهين مربع هذا يسلليهين من وقتها هذه هدي وحلقة سوى قادي تيكا لنا ويكولا جرتا معنى هذا واساس مركة كل كالليه هاي لبس على عضوط لبس على عضوط بوالا قربا أيضا شرط يتيهر الله حريبا ويالا ولكن سيد إرادة وحلليه هاي وها شرط يقف كاسي وحكا لقو سلاة دكور استاقا وإنو نكو سوكر دين لبدا سلاة دود إن لقيتو كذو وولي بحدنا لقيت حارقاتو
laba salaad in laga tukado hadii laakiin hal salaad in laga tukado hadii qofkaas maanicu uu ka maqnaa halka salaad ma laga raba oo salaahan salaadii asar bayba midalan qofkani ama soo islaamay ama gabadhii xaalada ay daahir noqotay in salaad asar laga tukado halkii joogtay ayayba midalan waalatayba markaas iyada ama iimaaneysatay kara Soomaa ila laba salaad qadarkeedu ma jirbaya إن ما ضاوى هدو تغو قدر الفرد فرد كقدر كي هدو تغو مع الطهري يعني مع الوقت الطهري يعني إن لم يمكن واحدون سورو بين تقديم وهرمر التيس هل كان نحوكا لي مسألة إلا بعد أها طروب المانع وحاوي قفك إساق أه تدكي سلاة لغولها يا وحا كسو كربي وح سلاة أدي ذي أحسلادي أودي ذي أما أن دلوي يلنهم وواسدة قبضي طاهر بي أحد وقت يالي بس وقت يي وحصو قلي صلاة صو قلي أنت هنا ولي تكنين أيو حيث يكون عاي أما ما هي قف كني قامو قليبا ها قامو قلي شل قاري وحو قليبا وقت يبي له بيسي هرة أيها وش أسكون عادي وحوي الصلاة داس إلا صو قضية وواجب كرما لقضينا يعني إذا قف كان كوما ذا قال مركو كبكسدو وياكو كبكسدو بعد اللي يهبري ما كرنا يساو دب كوكو داعي وياك سلاة بالغو يا شيء سلاة لحديث بحالة كوكو داعي سلاة دي والغو لي يعني كبدي حايد ولا أحد مركي طاهي ورودو سلاة دي وقت جاي دي أي حيد كوكو كيمد أيادنا وحال اللي يهاي وأين هسوق قضى يسا قضى هس مركو واجب وأقول لكن شرطي بأيادنا الله سعده وحوي قدر أي الصلاة دي فرض ككتو كان كران وإن وإن يتوجان يجوا طهارة قادة شق دركت إن لقى طهارة قادة كرو صلاة دين اللي جتو كان كرو إن تعو إن وقت يكجلان معناه الوساس ها وإن وقت يكجلان هذه ساعة وقت هو جلبة جواد حايدة نقطه يدو ماي سيرتي هرا كلامه صوتوا صلاة دين تكلفته ده وحياة هيد إن لقتو كان كران إلا تما دسمة إن كسو قادو إن تيم بقى إن كسو قادم مركا إن صلاة دين اللي جتو كان كرو لغانا طهارة قادن كرو إن تاين لغوا إن وقتيغا وكاقلا قفكاني مركا طهارة دا مركا لفاعيني وحاوي وهدو يهي قفك ضدكي عن طهارة دا كهر مريكني صلاة دا وقتيغا وقتيغا عن طهارة دا كهر مريكني دي هايين وحايا هايين ضدكي قفكي قفكي سالي سلبول كقبيوكا سالي سلبول قفكي كالدو كسعوتي وقتيغا إلاو لقارمونا طهارة قادن كني سوما مونو ويسيسن كري كبادي مستحاضة دا إذو كاري نور فوران كوكاري waqtiga oo la gaari ma sii weeyseysan karto dadka la leeyahay faradkii in farad laga tukan karo lagana tahaara qaadan karo intaas waa in waqtiga ay ka soo galaan dadka la leeyahay waa dadkii aan cudurdaarka lahaa ee aan weysada horeysiin karin ee waqtigu markuu soo galo inay weeyseystaan ay ahayd ama dadka kale ee iyagu iska caadiga ah ee soo weeyseysan karay waqtiga bilowgiisii hore iyaga waxaa loo shartinayaa in farad laga tukan karo ها إن فرض لقيت كن كلام سلاس أنا دت كوبين يا هيب ودت عدود دار كنوع عاصق قبائل دواد ضير ما كان معنى هذا واحد هاي أنت بدل دمر كيكو بدل تهاي هدي كمان وقت يجي صلاة أصوغش صلاة وقت يجي ظهر كاسو قلي مركز سو حيس دواد تكن دون تهاي أرت بال قدر يا يار كاري سو يار دار دار بالله يا من هستي أنت هوا شاير ود ودي أيو ديجي كيمين ها وحالولي هي صلاة والولي هي إلا قلت كن كرمج وقتها ها صلاة والولي هي ومانك طاهر نقطه صلاة واتكريسة ولو جنة هدواش فعل كان جنة سيدة مجهول بالله آخرية جنة يعني والله والله سيدة سوكل نقول له لكن أبقى معنيه سوى مسمعها جنة هو شوي فبهيت الذي كفر أكل بهيت ولا وريريما هو وريريو ولو جنة هدواش أو حاضت أما يحيشه قبله أو أغمي عليه أما قفكي بأن لم يرد بالي أول الوقت وقت قبل له بيسهر وجب القضاء قضيه بواجبه إن مضاوها توت وقدر الفرض فرض كقدرك مع الطهر مع الطاهر نمدي إن لم يمكن واحدون السوروبين تقديمه طهر إلا سيهر مريو فصل أول وقت الظهر ظهر كوقت بيسا وهر يعي زوال الشمس عداد وإن برتنك كلي حتى وين وآخره إنت حلي وغضن بياي مصير ذل كل شيء شيء كستهوس كيس أهانشيه سوي مثله إسوا وكلاء النقضة غير ذل الاستواء يعني هوس كأكانشه هوس كبرتنك كأكانشه كامر كلا قريبا ولا هاو حوها هذه صلاة ظهر وقت فضيلة وقت فضل بيلي
أوله أي ويكون أوله أوله هذه لقرده أنت واحد من نصبيه ما سوق الدريسة أوله ويكون أوله بالله هارون النقل هيا ثم اختياره وقت دور شاء يوليه إلى آخره إلى وقت قد ما تيسل قاله وصنف رحمه الله تعالى هل كان حكب اللابية صلاة هي شنطة هاي وقت يضوضة صلاة كست وقت أي أي صوق شو يا وقت أي بحضة أنت سكو شيء دور حكب اللابية صوت حكب اللابية وحي تاي النبي عليه الصلاة والسلام مركل وسوى واجبية صلاة لها جبريل بابري صلاة لها سيد لو تكنين النبي عليه الصلاة والسلام صلاة لها مركل وسوى واجبية لو ما صار شيء قابل لو تكنين حليها بين أنا وياهاي إسلام بين نبي ذي مكان لو سوى عليه الصلاة يهور يس وتكن لها صلاة الصبح بيها سماه الصلاة الصبح الله ما مشاجين بقابل لو تكنين صلاة الظهر بمركل وحوي من جبريل بقوي من كديمنا صلاة الظهر بتكيه كدينا صلاة عصر بتوكي شنتي صلاة بوسيلة بتوكي ما عليك دمنا أيادنا وريجي لبادوية أيادنا سلوا كله صلاة هي بتوكي وحنا كتوكي وقت جا آخر كيس ما عليك وروحي أي وقت جا بلو كيس صلاة كست وقت جا الصاد وقلو بتوكيني ما عليك دمنا صلاة كست آخر كيس كتوكيني لبادي ما المنطق صلاة سأقول دمي بروح ويري الوقت ما بين هذين وقت الله بضع إنه تكنه أيوة دهيا مركا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر بالله قبل الله سلا سينا أينا فقهاء قبل الله رحمة الله تعالى عليهم أهي حتى فقهاء الكلمة حتى علماء الفلك علماء أن وقت جي كهلا يجا لفتوض مركا وقت جان جوين هي صلاة الظهر بيك بالله يجا لفتوض أول وقت الظهري ظهر كوقت يسوه الرجال زوال الشمس عداد وإنا برتن ككل حتى وهي برتنك كله حتى هو قال كي أردنا عبارة بكتيمة حاجة قلبيت كواينه ولا حتى وآخره وقت جيس أوطن بياي مصير ذل لكل شيء شيء كستا هوس كيس وينه نقضوه مثله إسوا كله شيء كستا يهوس كيس مرك إسلاك عدان غير ذل الاستواء هوس كاستواء لو يقانه استواء هوس كلو يقانه مرك كارل قريب الاستواء سلام وإكان شوي وإكان شو بمعنى ووحسن مي عدد مركي هالك برجة كتيمة دو سو صاصة عطوا هالك برتن كمركي سو استأكتو مركز سو حلالية استوت الشمس عدد برتن كي يكون كعطي مركا إن عدد مركي هالك تاجنتها مر مركا قارف وضوحة صوبها هوس عدد إن هذا برتن كي تاجنتها هوس بصوبها يا مر مركا قارف وضن هوس بصوبه ماي مركا مركي وونن هوس بصوبه حيني عدد من الاستواء مركا مجرو وحلا فيرين ياهم شيء كست يهوس كيسي إن إسلاك هذا شيء بالقطب من أول تواصل أكره أما عادي بأكره وحدوني بها نقد لكن واحد تواصل وينو نقدا شيء عس شيء عس مثلا والله بمتر مثلا والله بمتر شيء عس لبا متر يهوس كيسو مرك إسلاك هذا أو هوس كلا بمتر متر ونقدا مرك وجاري معناه دواساس هاي هذه هوس وجرو ومرك عليه دبرت كتاعن تهوس باب الجربة هوس كاس عدل الاستواء ليراده كاو على جرب أو تصالحها عدد مرك برت كتاجنيد هوس بعد جري تأكل لك مثلاً تأكل لك قارنا مرك على أنا هاي شيء كسي هوس كيس وين إسلام كذا مرك عنده هاي نوحوي مرك على أنا هاي تأكل دي وينو كجرينا وحين ولا أنا هاي آخر كيس وحنا قنا يا شيء كسي هوس كيس ومرك إسلام كذا إيو تأكل يا تاكو تاكا لازم ما كمان نقول إيشا دلوا الاستواء في زمان مركا كاوي وقت يظهر كواساس ولا هو هو هذا وقت فضيلة وقت فضل بينه وقت فضيله يعني أرتا إن صلاة كستا شنت صلاة دور ميت كستا وقت جاي دي ولا قيقيبيا يسوى وقت قبله إلى لما وقت جي صلاة دي هاي هدنا ولا قيقيبيا حاجة فضل جي يو مركا لقى هذا يوم مركا وهو هو الرجال صلاة كستا وحي قبل لعبتا وقت فضيلة قبل لعبتا وقت فضيلة وحاجة دينتاي ووقتي ديرات سي فضل ديرات اللغة سيهالي هذه اللي تكذب معنى الواسط ولا هو هذا وقت فضيلة وقت فضيلة هو هذا وقت فضل ديرات اللغة هي أوله بلوغي سهرون النقون هي بلوغي سهرين ووقت قمركو السيدة أقلو قفكي بلابة طهارة قادة شدا إيو عور أستركا وإيشة ويسيسيقة صلاة قليتانكا هري بلابة إنتاس oo asbaabihi salaada intu hore ka bilaabay saadi salaad waqtigu u galay ayu hadana salaadi sida ku tukahay qofka waxa la leeyahay waqtu fadhiilihi soo gaaray fuu maxtiyaarin kadibna waqtu ikhtiyaar bay leedahay
وقت اختيار بمعنى وقت لا دورته انت كدن بيسا مركي لا ايغو وقت لا دورته وين مركا محو نقنيا وقت اختيار كلفتي سو بلو وكسو بلامايا لكن وقت فضيله مركو دمادو وقت اختيار بعدنا كو سو هري الى انت لك الى اخره الى اخر وقتها سداس كويري لكن فقهاء المذهب وحي قاركود ليهن سدا معتمد كو حوي ان الى نصف الوقت الى وقت النسكيس وقت الظهر كان الى نسكيس انت لغا غارو انتاس اي وقت اختيار كو سكون واول وقت العصر عصر كوقت يسا او هري هي اذا خرج وامركو بحو وقت الظهر ظهرك وقت يسي مركو بحو مسكوين كقارك الله نيو متى الله وحق تعالى وزاد قليلا كتب تقارك الله ندي وضع وعادي متى هو تعالى وإذا كتب الله وزاد قليلا إذا كتب الله ندقوي إذا خرج هديه بحو وقت الظهر ظهرك وقت يسي مركو بحو وزاد قليلا إن يررنا أيكو كردو ها وحي او ير ايهون موقن كرا مركا يكو كردو مركاسا وقتك وقتك ظهرك ولها وحوها هذه صلاة عصر صلاة عصر صلاة دور بنح صلاة عصر وحوها هذه أربعة أوقات أفر وقت بيلاد أفر وقت أفر وقت ملحة الضوء وقت بيلاد شيخ وسوق قابي دمان صلاة وقت يضاد وسوق قابي مركب وحير أفر وقت وهي لكن وتضوء وقت بيلاد هاي أفر توم لكن كشيجينا وقت فضيلة وقت فضيلة أوله بالله يسون النقن هي وقت يار وقت اختيار إلى مسير ذلش إلى مسير الظل إلى هوس أهاشيه مثلين لا بالله النقض مثلين يعني لبجر لبجر إلى النقض مرك اختيار هو إلى حل جاوي لا بالله كأنتو كجاري ثم جواز وقت الجواز باكو وقت الجواز كلفتي سال لا بالله قيبي آه وقت الجواز بلا كراهية وقت الجواز مع كراهة بالله قيبي آه لكن يسوى هذا مارتي وصير جابي مركا ثم جواز المشي وكليه يا وحيد هان جواز بلا كراهة وبناني عن كراهة لهين عن كراهة لهين إلى أنت إلى الإسفراري إلى عدد أنت كجوا للجالو بس يعني ماذا بك عدد يسبدل هيو ثم كراهة ثم كراهة كدنا وقت كراهه يعني وقت الجواز لفته دوي وقت الجواز مع كراهة بالإدارة ترى محي هي وقت الجواز بلا كراهة مركة تنضم به وقت الجواز مع كراهة بلا إلى ذاي إلى آخره إلى وقت آخر كيس هذا يعني ديتان كان انت أصنع عصر كوكا شيء وأول وقت المغرب مغرب كوقت يسا وقت أبوه الرياي بالغروب العيتان كوي هذا يعني مركة قد كاشو مركة وقت قبل لو بيسيهاي ويبقى باقي النقون هيا وقته حتى يغيب إلى أوضعه الشفق هي مموغة الأحمر جدودا ميدبك جدودا إلى كاس أوضعه أنت وقت يسيب جوجي مرك وقت يسون وقابي هاي وصلاة هو وقت قابي هاي أي مرك أي عد عدو مرك بعضهم ميدب بس ببدلة إلى صدح ميدب أو كلا صفيني أو كلا وحين كوسام مرني وأكيد هيجري الأشفاق ثلاثة أشفاق يد وصدح أحمر وأصفر وأبيض وأكيد هيجري الأحمر مغرب والأصفر والأبيض عشاء سلاس كل هيجري أي هذا صار عتنا ده حسوسن تيموي مركا ميدك جدودن أيام مغربك كامركو دعو وحاب الله ما يوقتك عشائي صادر تدا وحو كويري وهو وقت قاس أحمرك وقت أحمر يعني غروب الأحمر أول وقت العشائي عشائي وقت قيسة بلو قيسة وي ولها وحو أهاتي صلاة العشائي ثلاثة أوقات صد وقت وهو هذا صد حمية تطبوي أيضا أي تطبو وقت بيلاله وقت فضيلة وقت فضيلة أوله أول كيسوي وقت ثم اختيار كدن وقت اختيار إلى ثلث الليل إلى هبينك صدح مركي لوقي بي مال هبينك مركي صدح لوقي بي مال مركو أفرت ساعة ضوضي هوري ثم جواز وقت جواز إلى الفجر إلى فجر كاللقا قالوا فجر كي الصادق يرملو وفجر كاللقا لوقي بي وفجر الصادق هي فجر كاذب الواقعية فجر كاذب كوحوي إن كان وبرجع هي صلاة دلوقتي كأنت كهر رئيسة افتين ببرجع كصو كصو موقنايا وبرجع كصو موقن مركا وحير مركو يرجو هذا نهاس بون نقنايا كاسا مركو حاله هذا فجر كاذب عليه هذا سمال بكاتبين عليه مركا كان لو مجيد هذا كاس لو مجيد
oo ka waqtigiisa wali waqtigi salaada subax ee ka kuma soo galo ee kan loo jeedaayay al fajr as-sadiq way fajr ka runluuga ah oo wuxuu isagu al muntashiru kifa fay way dawuhu iftiinkiisu mu'taridan isagoo gudban bil ufuqi jahoyinka ugu gudban yaano markuu sidaa u soo baxo xagaas iyo xagaas uu kala gudbayaa oo maartay uu kala balaarinaya ay kadib marka iftiinkii baad si badanayo sidaas ku soconaya kaas fajr sadiq leeyahay oo huwa fajr sadiq al muntashir wa kii ufafa ya dawuhu iftiinkiisu mu'taridan xaalu yahay mid gudban bil ufuqi jahoyinka ku gudban wa huwa fajr sadiqas awwal waqt as-subh subaxa waqtigiisa ugu horeeyo way waqtiga bilowga subaxa way walaha salaada subaxa waxaa u ahaaday arbacatu awqaatin afar waqti baa u ahaaday afar ma yahay lix way lix waqti bay leedahay waqtu fadiilatin waqti la yiraahdo waqtu fadiila awwaluhu bilowgiisa way uma ikhtiyaarin kadibna waqti ikhtiyaar baa ku xiga ila al-isfaari ilaa iftiin laga gaaro ilaa iftiinka yacni uu soo bato uma jawaazin kadibna waqtu jawaaz waqtu jawaaz bila karaaha way sida tii haddaan soo marayno kala waqtu jawaaz bila karaaha ila alxumrati ilaa guduudka laga gaadho guduudkii marka ay noqonayso ee cadeedu soo dhowdahay uma karaahatin kadibna waqtu karaaha way karaahatin waqtu jawaaz maca karaaha la yidhaah waqtu jawaaz maca karaaha marka isaguna wuxuu ka bilaabanayaa marka guduudkaasi uu yimaado laga bilaabo ilaa in salaada laga tukan karaa ay hedho intaas waxaa la yiraahdaa waqtu jawaaz maca karaah in salaada laga tukada in ka yar hadday ka hadha waqtu xurma la yiraahdaa oo yukrahu waxaa la karaahaystaa tasmiyatu lmaqribi maqribka in lagu magacaabo cishaa in lagu magacaabo walcishaa cishaaigan catamatan catama in lagu magacaabo waa la karaahaystaa yacni waa dhaqan iyo jaahil uu yaqaaneenu salaada cishaai oo kale waxay dhihi jireen salaada maqrib oo kale cishaai loo yaqaanay salaada cishaaina catamaa loo yaqaanay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa diiday oo xadiid baa wuxuu lahaa laa taqlibannakum alacraabu calaa ismi salaatikum almaqrib salaadiinan maqribka ah magaceeda kuwa reebaadiyihii yaanan magaceeda idinkaga ciyaarin haa marka iyagu magacaasi uu yaqaanay magaceeda sharcigu bixiyay baa maqrib ah salaada kalena cishaai wa yukrahu waxaa la karaahaystaa annowmu hurdaa la karaahaystaa qablahaa cishaaiga horteed shaayiga hortii in la seexdo walxadiidu iyo sheekaysi bacdahaa kadib la sheekeeyo ilaa fii khayrin khayr inuu ku sheekayn mooyaan ama uu ku soo jeedo ow xaajatin ama baahi qofku markuu cishaa'iga intuunan weli tukanin inuu maartay seexday karaaha wey inuu seexday karaaha wey xadiid baa kusoo arooray lama ogola cishaa'iga ka hor in la seexdo waayo waxaa laga yaabaa in waqtigii kulaba sii dheeraado sidaaba ay kaaga tagtaa laga yaabaa waxaa kaloo iyadana la reebay in kadib la sheekeeyo oo maqribka kolka cishaaigiisa lasoo tugada kadib sheeko loo fadhiisto iyadana nahyi baa kusoo arooray inuu qofku khayr kusoo jeeda mooye khayrkaasi muxuu yahay waa daalib ulcilmi maalan cilmi buu baranhayaa oo cashiradiisi buu diyaarinayaa oo kaas oo kale sida marti inay kula joogto oo kale marti baa kula joogta martidaas dee waxay u baahan tahay in lasoo dhaweeyo oo la cashaysiiyo ood waxoogaa lasha sheekaysato haddaad laakiin cashada uu intaa tiri caruurta uusii geeya adiguna aad iska seexato maratay martigeliya sidaasi maaha waxaa laga yaabaa inay u maleeyaanba inaad dhibsanayso ood karaahaysanayso sidaa darteed aad ula sheekaysan leedahayo marka intii loo yimaado oo lala casheeyo yaa lalaya sheekaystaa oo xaggeed ka timaadayo xaggeed uu yara socotayo bal caafimaadka waa la yar warwaraystaa waxoogaa markii yar lala yar sheekayso yaa kadib la yidhahda iska yar seexo hadda waa soo daalanaydi waka kadib baa marka adiguna seexanaysa aadaabta marka sidaa weyn ilaa fii khayr khayr in maarta ood kusoo jeedaysa mooyeen ow xaajatin ama baahi kale oo de un kusoo jeedisa oo muhima marka sababta loo diidan yahay waxaa weeye geeridu hurdadu sideeda waa geeri yar wey waa geeri yar waxaa laga yaabaa seexashada aad seexatay inaad sooba toos weydo sidaaba hurdada dhexdeeda naftu kaaga baxdaaba laga yaabaa ahay marka mar hadday saas tahay waxaa fiican cibaadadii salaadii cishaai markaa tukato adoon laqwi iyo sheeko iyo maadaysi iyo qosqosolkeeda iyo howlaheed ba aan kalin intaa inaad si aadaaga ayar u seexato isdiyaariso waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta qof muslima haddaad tahay oo dee maaratay ilaahay ku xidhan oo cibaadaysanayo oo salaadii salaatuleylkii inaad usoo kacdo oo wuxuun aad ka tukato salaatuleylkii laakiin saad isooga jeefta un aroorti unaad soo kacdo maaratay sax maaha sax maaha tayib marka haddii marka caawo dhan dee aad soo jeedaba
عاودنا مع سوجي دو شاكا يسون سالتميه تمير وركي متر وحاكا لو يدان ايمان هي دمبي بلا ما حيبا الله حمل او ما تو دمبا وحاكا لو يدان حاليس قليس سلادي صبح سلادي صبح سيدي هذا دانيور تلو بدين هاي شاكا دواجي لشاكا سنجي وحي هاي هذا تلافن بضلال العاموس طبعا قفوا ما يسلف الريضاشيب الروح روح لها المالي قفك سايبا مال كلا لغة لينيا لان تو دسو انده ugu farxin uun webal aadin imaadinkii wax soo dhawaan aadinkii hore uu seexan salaadii cishaay salaadii subax tagtay barqinka mu indhaha kala qaadi wa afdalu al-a'mali amaladka ugu fadhi badan as-salaatu salaad way awwal al-waqti waqtiga bilowgiisa la tukado waqtiga ugu fadhiga badan waa salaada in bilowga laga tukado weeye oo nabiga kaleey salaatu wasalaam أي لو دي عمل كي إلهي وجع ليها مركز وحير الصلاة على وقتها صلاة وقتها بلو قال لقيتك على وقتها أي أول وقتها بيكون كفسر عن فقاد رحمة الله عليه أول وقتها وقتها مركب بلو قال لقيتك يا أعماش أو فضل بدن يعني وحير مركي شهادتين كي لقي ماد شهادتين كي إسرائيل بدل لقوا قال يا مركي لقي ماد فضل جو حصارة يا صلاة بلو قال لقيتك ذوي ويحصل وحصل يا ذلك فضل ياسي oo salaadii fadliga bilow horaad ka tukatay marka lagu leeyahay wa fadligaasi wuxuu ku xasilayaa bi an yashtagila inuu ku mashquulo bi asbaabi salaati salaada sababaheeda xiina yadkhulu alwaqtu xiina goortii yadkhulu uu soo galayo alwaqtu waqtigu markuu soo galayo saadu yacni uu soo galaba inaad asbaabtii salaada bilowdo oo weysaysigii iyo cadayashadii iyo aad bilowdo kolkaas sidaa u weysaysatana aadan iska sii farfadhina hore ka sii tukato qofkaasi waxaa la leeyahay salla awwal alwaqti waqtiga bilowga horu ka tukaday ويصنوا حال صنايا التأخير دبليك عن أول الوقت وقت قبله ويسا إن لقد دبليك الصناع للإبراد قبوجين ترتد بالظهر صلاة الظهر للجمعة نسخوين كقارك وذكما تعالى لكن ساس عني الرأس للجمعة جمعة ما يا ما يدين كتالا هذا يدين كتالا نواسح دين نكو لنا معنا واسحوي للجمعة جمعة يا ما يا وجمعة إن لقبوجي الله صنايا في الحر كليلك حل يعني كليلك وجريب على صنايا صلاة الظهرين لدبليك kulaylkii ashadiidii ee daraa bil baladi bulba maartay bulna ku sugan dhulkii alxaari ee kululaa liman qof baa loo sunayaa yusallii tukanaya jamaacatan jamaaca ku tukanaya fii gayri fii mawdicin meelna ku tukanaya meeshaasoo baciidin fog inta ileeg baa la dib dhigayaa ilaa xusuuri dilli ilaa inta hoos laga helayo ilaa inta hoos laga helayo waliman qofna dibdhiga waa loo sunayaa تيقن هبصري أو يقين صري السترة عورة أستر آخر الوقت وقت آخر كيس ولمن قفنا وواصلنا يا دبلجة تيقن هبصري الجماعة جماعة يروهليه آخره آخر الوقت وقت آخر كيس وكذا وحالا مذا لو ظنها هدو أم ليه يعني أن جماعة ليه ما هو لكن أم لينا ولم يفحش من فعل حمار التأخير دبلجين ما فعل حمار وبمعنى آدم ورؤوسي دبلجين ولي الغيم ضرورة أيضاً والود بإجاه حتى يتيقن إلهه بصدق الوقت وقت إلهه بصدق وقت يونس وقال يعني ضرور عرك ضرور بأسكود الدي وحكش كسنة وقت يوم اللي سوق ما اللي جاري سرادي ظهور ما اللي جاري أنتم مركب وكه بصنا يا إنه دب إجاه الصناعة أو يخاف أنه وكعب صنا يا ألف وات إن وقت جيب أو تري وصنف رحمة الله تعالى هل كم حكش يا waqtiye in salaada bilow gaadi hore laga dibdhigaa ay sunnata ilaa wakii ku soo sheegay salaada bilow hore in laga tukada fadli badan xilliga marka ay sunnata ay dibdhigu ku sheegayaan en dhowr buu kaaga sheegay laakiin waa la badiyaa ilaa 72 suuro la gaarsiiyaa ilaa 72 suuro ilaa 72 yaano meelood oo salaada dib loo dhigi karo midda koowaad waa en salaada dhuhur oo kale in dib loo dhigo markii cadceed kulul ay jirto wadan kululna waa la joogaa shuruud bay leedahay shuruud shan ah marka shantiiba meeshaad ka dhex fahmaysaaba wuxuu yidhi bidduhuri waa ku yidhi salaadu waa inay tahay salaad duhur waa inay tahay ama salaadaha kale maya jumcadu iyadu kuma jirto sababtu waxay tahay jumcada waxaa la isfaray in loo soo kalaado sooma salaada in bilowga horeba horeba la soo kalaa la isfaray marka haddii dadka ha u soo kalahaan iyo haddana ha la dib dhigo isma yeelanayso sidaa darteed iyadu kuma jirto marka salaadu waa inay tahay salaad duhur waa shardi weeye shardiga labaad kulayl daran waa inuu jiro shardiga saddexaad wadamada is ahaanba u cadceed kulul waa inay yihiin oo
meelaha waxa jira ee dadaydu ayna haday kululaa tahta ayna heer badan si gaarin sida halka hadaan joogno oo kale cadaadi xilliga aynu leenahay cadaad kulul baa jirta cadaas aw si kulul baa maba haa inagu baa sida u yar maartay inala tahay binaadamku sidaadaba ee ninkasta meesha uu joogo baa la yar rafaad badan oo saas dadka qaar kiba meeshan maanta baadu cadaada fadhiya kulayn buu arkimay marka waa dhul kulul waa in la joogo waa shartiga saddexaad weey shartiga afraadna jamaaca waa inuu ku tukanayo jamaaco waa inuu ku tukanayo ay shartiga afraadna waxa weeyaan sharaadna waxa weey een waa in meel fog jamaacada loo aadiyo meel fog waa in loo aadiyo meesha loo aadiyo masaajid waa noqon kartaa meel aan masaajid ahayn waa lagu tukan karaa masaajid sharti ma aha shan taa shartii markii la helo ayaa salaada duhur loo dib dhigi karaa ilaa inta hooska laga helayo wey oo qofku derbiyada oo kaliya meel la sii lagu lugayn koo kale la helayo inaga hadda meeshan oo kale saas maxaan malayn ba hadda maartay inayn inoo oolin ba hadda hawshan sababtoo cadeed noocaas oo salaadii masaajidka lala aadi waayo oo dhib lagala kulmo oo derbiyaha hoos ka soo baxa la sugo oo inaga kulay noocaa maba aragnaba inta badan khaliijka iyo dhulkaasi ka dhacda wadamada carabada marka qaarkoodii adiga baad ka yaaba inay naftu kaa baxda ayib waxaa kale waqtigaha in la dib dhigaa ee sunno la tahay qofku ma haysto maryihii uu isku asturi lahaa cawradu ku asturi lahaa ma haysto laakiin wuxuu og yahay inuu heli doono waqtiga dhammaadkiisa aakhirkiisa dambe yacni sidaa uu yahay uu iskaga tukan karaa isagoo cawradii aan u asturnayn wuu tukan karaa laakiin haddana inuu dib dhigaa fiican intuu dharka helayo waxaa ka mid a waqtiyada oo kale salaadi hadda keligeedaaba tukanaya laakiin jamaacaad helaysaa waxaad ogtahay inaad jamaaco heli haddaad malaynaysana waa lamid laakiin waxaa shardiya dibdhigu inuuna sii badanin oo waqtiga aakhirkiisa ilaa bixitaan ku dhawaada oo kale aadan gaadin waxaa ka mid a waqtiyaalaha in la dibdhiga ay sunada tahay haddii salaadii inay soo gashay in kalaba ma hubtid daruuraha dhulka isku gadaamay mathalan marka inaad hubsataad u baahantahay soo ma waqtiga ilaa inta aad ka hubsanayso ama aad ka cabsanayso waqtiga haddaad intan hadda sii joogta arma waqtigii kaa taga inaad yar dibdhigta ayaa sunno ahaa wayusanu taakhiiru dibdhig baa la sunneeyaa can awali lwaqti waqtiga bilowgiisa uu ka dibdhigo lilibraadi qaboojin darteed bidduhri duhurka la qaboojiyo laljumcati jumcadu kuma jirto filxari kulaylka dhexdiisa kulaylkii ashadiidi ee daraa bilbeladi beledki iyo magaaladii alxaari ee kulula magaalo shardi ma aha dhulkii kululaan weeye liman qof baa loo sunneeyaa dibdhigga yusallii tukanaya jamaacatan jamaaca tukanaya fii mawdicin meel laku tukanaya biciidin fog ama masaajid ha noqota ama meelaan masaajid bayn baa loo socday intee ileeg baa la dibdhigayaa ilaa xusuuli dilli ilaa inta hoos laga helayo waliman qofna waa loo sunneeyaa dibdhigga tayaqana hubsada asutrata cawra asturka aakhir alwaqti waqtiga dhammaadkii aakhirkiisa dhammaadkiisa maa waqtiga laakiin xaggiisa dambaa laga hadlay waliman qofna waa loo sunneeyaa tayaqana hubsada aljamaacata jamaaco hubsada inuu jamaaco helayaan aakhirahu waqtiga aakhirkiisa wakadaa waxaa lamid ah oo isagana loo sunneeyaa dibdhigga low dannahaa hadduu u malaynayo taahro hubaal bay ahayd wuu malaynayaa walan yafxush mana fool xumaanin attaakhiiru dibdhiggu ma fool xumaanin oo aad mana uusii dibdhigin walilkaymi daruurihana waa loo dibdhigaa yani marka cirkii daruuraha isku gadaamaan xataa yatayaqana ilaa uu hubsado alwaqta waqtiga inuu gaaray ilaa uu hubsado aw yakhaafa ama uu ka cabsado alfawaata tagitaan waman sallaa qofka tukada ragcatan ragcad qofka tukada filwaqti waqtiga dhexdiisa fahiya adaa-un fahiya salaadaasi adaa-un adaweeye qadamay waa adaweeye aw duunahaa ama ragcad wax ka yar ayuu tukaday faqadaa-un salaadaasi qada weeye wayaxrumu waxaa xaaraan noqonaya taakhiiruhaa salaada dibdhiggeeda ilaa an yaqaca ilaa uu dhaco bacduhaa salaada barkeed aakhirahu aakhirkiisa uu dhaco tanna wuxuu ka hadlayaa waqtigii oo sii baxaya ayuu qofku salaada tukanayaa mathalan oo dadka mathalan dee cudurdaarka lahaa asal ahaana salaada dib dhigto ilaa waqtiga qeyb ka mida ay waqtiga banaankiisa baxdo ay dhacdo iyadu waa xaaraam dee waabakan kuu sheegayba laakiin cudurdaar buu qofku leeyahay oo tusaale ahaan wuuba hurdayba mathalan casarkii unbaa seexatay oo yar hurdo weyneyd ama waa daalanayde cadceeddii oo sii dhacaysa unbaaba soo toostayba weysaad boobtay oo salaadii baad gashay ragcad in la eg haddii ay cadceeddu ay banaanka joogtay inta dambe waqti maqriba ha noqotee waqtigaa salaadaasi ada weeye qaba ma aha macnaheedu waa saas laakiin waxaa shardiya ragcad dhammaystiran inuu qofku tukado oo sujuuddii dambe labadii sujuudatii dambe waa inuu kasoo toosaa markaasaa laleeyahay qofkaasi ragcad buu dhammaystirtay salaadaasi markay adday noqonaysaa
هذه أن أنت وحكي رأيتها وتسألهم كأن ركوع ضي مثلا أما دي فاتحة بعد آخرية سبع عدد يقول كذا شيء مثلا أما رور بيعد عدد وصوب هذي صلاة داس قضوي ومن صلى قفكة كذا ركعة ركعة في الوقت وقت قد أهليسة فهي أداء صلاة داس أدوي هي قضمع أو دونها من ركعة وحكي يربوت كذي فقضاء صلاة داس قضوي ويحرم وحا حرام قني تأخيرها صلاة دبري كذا إلى أن يقع إلى ودعه بعضها صلاة بركات خارجه وقت بنان كيسة ووقت كذي فصل ووقت كما صوغل يسمون صوغل بكلا قرموه أخذ وحو قادن هيا بخبر ثقة قفل أكرسون يهوركي سو قادن قف كاسو يخبرو ورمي عن علم أغاشك ورمي أو أذان أو أذان مؤذن أما قف مؤذن أذان كيسو قبصن هيا مؤذن كاسو واحد هل يعني هل باكو في ليا أو صياح ديك أما ديقاك قيلذي لواقي ديقاك كاسو مجرب لتجربي لتجابي أو وقت يقول أو أقل يقان إنه وقت وصلاة دوية فإن لم يجد هذه مونا هل نعرفها على صوت شيء اجتهد إيسا دلالية وقت أيوم مرتي إن رياضين تيسا أيو دلال أقلية بحكو دلالية بقراءة أخر وحبو أخر جري مثلا ورد جوكتا أبو لها مركا ورد إيسا أبو كو قياسا هيا أو حرفة أما شقة وقبن جري كخياطة سيدا مريا طالد أوكي أو نحو ذلك أما وحي لمدة ويتخير ودور قادنا يا الأعمى إن دوره بنيت أو كذا هذا على غير هذا يا هلك قف وقتي وقرن وعي مثلا وقتي صلاة ظهر بعد مثلا وني وقتي مصاب قال بيسوى أولي كلا قرن وعي نو جان كره سجي صلاة هم بحدا يهاي بحبس وبكجرا مثلا وحو قادنا يا بالي قف الوقت السوني هوركي قف كل وقت السوني قف ثقة قف كثقة الله ليه كره وحوي وقف مسلمة وبالغ قان قال يعني عاقل أه دمبيه ده وين أنا كده دمبيه ده وين وزينة هي خمر عبك يدلك يو حساس أو كله دمبيه وين أنا كده دمبيه ده يريرنا أنا كأت كيسنين دمبيه كوه وين يبوا يرير بالواقعية دمبيه وين ودمبيه ده توبت كان كوبا دمبيه ده يريرنا يعني دمبيه كستوبا يعني توبت كان كون دمبيه كسلو ضعف يعني دمبيه ده يريرنا وأقول وضعف يستغفر تالس إيو صلاة دعاتك نيس إيو ورد جاجا إيو دعوي قاس حلك صلوا وضعف يا قاس مركز بير يرير لي هذا مركز دبيها يرير نواعين ونقوات كيسانين وبمعنى دم بيير وحال الربع مركز دم بيرتبع هنا توبت كنتو ورد جاجا يستغفر تادي إلى هو إضافتين وكو بضطو لكن هذا دم بي صغير إسكا وضطون ودوري إسكا قد حجرتون قف كاسي دم بي يربو أيو جوكتي معناه الواساس أما هو يريستي marka dambigi yara wuxuu isu bedelaya marka dambi dambi weyn oo yaana soo ururay oo ururay marka dambi dambi weyn buu noqonaya ay magayde jireen inal jibaala min al hasa buu qurur ahbay ka kooban yahay qurur ah dhagaxyo yar yar iyo siigal isu geegay umbe boortan weyn ba ka kooban tahay dambiga hadaa yar yar aysato oo ka yar yar wariga iska gurato ee marka dambi waxay kugu weynaan sida boortaas ay u weyntahay marka dambiyada yar yarna iyadana waa inuunan oo ku adkaysanin arimaha sumcadiisa hoos u dhigayna iyadana waa inuu na sameeyin ah waxyaabaha muruucada khawarimul muruuca loo yaqaan khawarim al muruuca waxyaabaha qofka shakhsiyadiisa iyo sumcadiisa hoos u dhigaya waxyaabahan iyagu aan xaraanta ahayn laakiin hadana qofka sumcadiisa dilaya oo dawal uu kala duwan yahay dadka iyo meesha la joogo iyo inta wal uu kala duwan yahay oo salaam waxa kamida adiga oo midalan talibul ilmi ama qof culima ama ayad maartay suuqa wax ku cuntaa suuqaas iska socotaa oo halkaas wax ku cunaysa oo muus baad haysta oo qab in yar ka goosanaysa ay halka dhaxda u dada dhaxeeda aan bay iskaga cunaysaayo kaas oo kale weey ama de dharkan lagu maartay dhalinyartu xidhaanay sarwaal yar oo dhuuban ee bawdiha toltolan iyo lawyaha iyo meelaha karkaran ayaad oo nin culimo ah oo culimadii magaalada sheekh xeediya ayaad kaas oo xidhatay ee xaran baan sameeyay laakiin sumcadaadu wax hoos u dhigay weey waxyaabahaas waxa la yiraahdaa khawarimul muruuh marka waa inuu waxyaabo noocaasna dadka sameeyo waa inuu ahaayeen qofkaas waxa la yiraahdaa fiqal la yiraahdaa marka qof fiqa warkiisu qabsanayaayo kaasina wali waa inuu ka waramayo ogaansho waa inuu yiraahdo warana waqtigii arkay waqtigii waa la gaari ama laba gaari ah tayib ama wuxuu qabsan karaa qof muadhin ah muadhin hal aan ku filan yaani inay badan yihiin oo sida marqaatigii oo kale maartay la badiyo waxba shartay ma aha hal baa ku filan ama digaag digaagu
wuxuu kamid yahay wuxuu qeyliya xiliyaha salaadaha salaad dilaaca oo kale gaar ahaan waliba salaad dilaaca oo kale uu qeyliya marka waa xayawaanada ilaahay cilmiga geliyay marka digaagu dawuu kale yahay mid iska qeylo badan baa jira isagoo xilli kasta iska dhawaaqaya midna isaga dhawaaq laguma yaqaano laakiin xilligii salaada uu dhawaaqaa waa la yaqaanaa marka digaagaas xilligaa uu dhawaaqaa hadduu marka digaag noocaas uu haysto ama uu ka agdhow yahayna iyadana dhawaaqiisa uu dhagaysan karaa uu qaadan karaa haddii intaa uu waayo wuxuu samaynayaa isagii baa dib isugu noqon waxyaabihii isaga uu joogtayn jiray ayuu dib isugu qiimaynoo tusaale ahaan qof qur-aan akhriyo ahaa masalan inagu dee waqtigeenu ma aha waqti nadaamsan kolba wixiina soo gaaran baynu qabanaa qofku waa muslimka waxaa la rabaa waqtigiisa inuu tartiibsan yahay baa la rabaa intaasoo saacadood qur-aanku akhri intaasoo maalan kitaab maalan cilmigii kale mudaalacashadiisa intaasoo salaada intaasoo istikfaara qaabkaas hadduu marka uu garan waayo wuxuu hadduu dana wati wax saa ugu nadaamsan uu jiro waxaas ku fiirsanaya tusaalaan wuxuu leeyahay goormaa qur-aanka soo bilowday suuratu baqara goormaa ka soo bilowday xilligaasa yahay haddana halkeed maraysaa inta goormay salaadu gaari jirtay haddad waxaa laga yaabaa inaad salaadii subax oo kale qur-aan soo bilowday oo ilaa aad isleedahay salaadii duhur markaa tukatay un aad kacday marka war hadda goormaa socotaa halkeed maraysaa waxaan marayaa suuratu nisaa mathalan goormay salaada duhur gaari jirtay waxay gaari jirtay markaad marayso walow annana bas suuratu nisaa baa hadda maraysaa sooma walow annana markii aad gaadho waa inaad salaadii tukataa waa qaabkaasoo kale ama ma ahee qof farsamo yaqaana buu ahaa dhar buuba toli jirayba waqtigii buu garan waayay sarwaaluu toli jiray maal war maalinkii niska hore imisa sarwaal baa toli jirtay waxaa toli jirtay 7 maalan imisaa hadda toshay waxaa toshay 5 imisaa kuu dhiman 2 kuu dhiman bas labadaa markaa tosho waqtigii waa gaaray waa sidii lagu soo socon jiray wixii saasoo kale ahaa ayuu marka ijtihaadkiisa ka dhiganaya waman jahila qofka jaahil ka noqda calwaqta waqtiga أخذ وحو قادنا يا بخبر ثقة قفل وكل سوية وركي كاسو يخبر ورمي عن علم أغانشك ورمي أغانش قفك ورمي وينوي هدول لكن يسوي لفتنس اجتهاد كورمي قادن مايو يسوي وينو اجتهاد اجتهاد يجتهاد ويا مركز أو أذان مؤذن أنا قف مؤذن أذان كيسو قبصنا يا واحد أو هلا أو سياحي ديك أما الدقاق أواقي دقاق أسوأ مجرب لتجربيه لتجابيه فإن لم يجدها ديمونا انت أهرم اجتهاد يسجد ذلك مركز بقراءة أقرن قرآن وأقرن جري أو مكتوب وأقرن جري أو كلي أو حرفة أما شقوق قبن جري كخياطة سيدة طلمه أو كلي أو نحو ذلك أما وحا وحي لمده ويتخير دور قادنا يا الأعمى إن ضاله بل ألقى بجوب الله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.